هو ده اخره. وده على فكره هو فين؟ هو مين ده اللي فين؟ سوني فين؟ في يا سمير ما تهدى الراجل واقف في ايه؟ معلش يا عمهم المحل ده قفل خلاص، شوف لك محل تاني. هو ايه ده اللي قفل يا عم؟ ما تخلص يا ابني، سوني فين؟ جوه يا سمير، سوني جوه. طب استنى يا عم يا سمير. صدق بالله انت عيل وسخ، والله العظيم ما شفت اوسخ منك في حياتي. اتجننت يا ابني ولا ايه؟ ما تمدش ايدك ديه. انت لسه شفت جنان؟ ده انا هوريك الجنان اللي على اصول. قلت لك ما تمدش ايدك بدل ما تهب عليك. ياه فين يا جدعان؟ انتوا اتهبلتوا هتضربوا بعض بس. ياه وصلت بيك الوساخه يا حيوان انك بتهدد البنت اللي كانت خطيبتك؟ هو الحوار كده؟ طب ما تقول لي يا عم الحاج عشان القط واخد بالي. هي المفضوحه جات لك؟ طب يا اخويا لما انت عامل السبع رجاله في بعض ما كنت تعقلها يا سمير؟ عقلها عشان ترجع لخطيبها اللي هو صاحبك وحبيبك وعشة العمر، بدل ما تفتح لها دراعك يا اخويا وتقول لها تعالي يا حبيبتي عشان حضنك محفوظ. ما هو العيب مش عليك، انا ازاي ما كنتش عارفك على حياتك كل ده؟ قلت لك ما تمدش ايدك بقى بدل ما استغفى عليك. خلاص يا جدعان في ايه؟ طب ما انت مالك ومال الموضوع اصلا؟ الموضوع ما يخصكش واحد وخطيبته، وانت مال اهلك؟ انا ازاي كنت صابر عليك كل ده؟ انا اللي غلطان عشان كنت صابر عليك من زمان وساكت. انت يالا ما تعرفش تعمل اي حاجه، انت كبيرك الشويتين دول، والشويتين دول انا اللي معديهم بمزاجي، بس خلاص مزاجي بقى جاب اخره. استعد بقى يا حبيبي للي جاي. تعرف يالا انت لو كنت راجل كنت عرفت قيمه المصيبه اللي انت عملتها، بس هتعرف الرجوله منين؟ انت عيل وسخ. انا وسخ؟ اه وسخ يا سوني. ووسختي دي تيجي ايه جنب وسختك؟ تيجي ايه؟ ناسي ولا فكرك؟ انا اللي كنت بتجسس على مرات الراجل اللي لحي كتفي من خيره؟ ولا انا اللي كنت بتجسس على مرات صاحبي زمان واتسببت في قتلها؟ ما ترد يا حماده، ما ترد يا حبيبي. انت جبان يا انت جبان ولا تعرف تعمل اي حاجه؟ انت صعبان عليا، انت حتى البت اللي انت بتحبها وجاي تدافع لي عنها دلوقتي ما قدرتش تروح تقول لها ان انت بتحبها. ايه اللي انت بتقوله ده؟ مين يا سمير اللي انت تسببت في قتلها؟ ام نور يا حبيبي، ام نور الله يرحمها يا تريكا. هو اخوك ما قالكش؟ اخص عليك يا سمير، ليه تزعلني منك كده يا اخي؟ ليه ما تقولش لاخوك الصغير؟ ابقى اتعرف يا حبيبي على اخوك من اول وجديد، اخوك الالفا اللي ياما هنا وياما هناك، اللي مغربلنا يمين وشمال ومطلع عيننا فوق وتحت وغلط وصح، وهو اصلا الغلط راكبه من ساسه لراسه. انت واخدني صاحب عمرك ليه يا سوني ما دام شايفني كده؟ عشان انا ما بضحكش على نفسي يا حبيبي، انا مش زيك ما بضحكش على نفسي، واقول لك على حاجه كمان، انا بفهم في الناس احسن منك، على الاقل خدتك على عيبك، زي ما انت ما عملتلكش فيها انضف واحد. صح اللي بيقوله ده يا سمير؟ ايوه صح! اوعى! خلصت يا سوني. على فكره هي خلصانه من زمان. بس انت تقريبا اللي ما كنتش واخد بالك. وراه سيبني لوحدي اتركها. وراه يلا.